خير ان شاء الله. قوم تقدر نقوم شوف مين. يلا يلا مينا مين؟ افتح الباب. خير شوفي وين السطحين؟ خير ان شاء الله. روح من وش قبلها. فوتي انتي وياها فوتي. شلون بتفوتي هيك على بيتي؟ سدي حالك وليه؟ الي؟ الي عم تقولي لي سدي حالك يا حجة؟ اسمعوا يا شباب، اليوم ابو فكري بده يطلع من الحبس، امت؟ وجاي تتشرفي علينا كمان يا حجة؟ مو انا اللي بدي اتشرف عليكم يا هنخانو. ومين اللي بده يأمرنا ونحن بيت البكاوات؟ اخته اللي بده يتجوزها يا هنخانو. تفضلي. هاي اختك وامك عندك، شو بدك تساوي ساوي. هلا صدقتك يا ام فكري انك مربعه جابر. مشان الله يا هند خانم طالع لي ابي من الحبس، مشان الله. تكرمي يا بنتي، اليوم ابوك رح يطلع من الحبس. كتر خيرك كتر خيرك هند خانم. ام فكري رجعي لعندي الظهريات انت وبنتك. حاضر هند خانم. أشرف من الحارة لو يراحوا راحوا دوروا على الدكان. انهيلنا ياها يا بي انهيلنا ياها اليوم يا بي اليوم. الله يعطيك العافية. أهلا سيد حمدي. أهلي أهلين أبو فكري. أهلين مختار. عود عود. كنت قلي عن حقا أنه مرتك مرضعة من أخي جابير، ما كنا حبسناك. سيدي أنتو ما صدقتوني. لأنه شغلتك ما بتصدق، ما بتدخل بالرأس. بعدين طلعت عن حق وحقيقة. بديك تكون مثل ما بعرفك. أنا بخدمتك يا سيدي. من بكرة بترجع لشغلك. ربي يوفقك، ربي علي مقامك يا سيدي. وأختي هند خانوم راح تفرش لك بيتك من مجاميعه وتلبس كل بناتك دهب. الله يوفقه، الله يوفقه ويعلي مقامه. ما معاني ولا؟ أنا بأمرك يا سيدي، على راسي. قوم أحيط يلا. يلا، السلام عليكم. وينك أبو فكري؟ مور سيدي. قول للناس على اللي صار معك، على كل شيء. على كل شيء كل شيء سيدي. هلا انت صرت من عيلتنا، من عيلة البكواتي مرضاعة. الله يخليكم يا سيدي. وكمان قل له شو اخذت وشو اكرمتك انت خانو. بامرك سيدي. احي الله يخلينا اياكم يا بيت البكواتي يا كبارية الحارة. السلام عليكم. تضرب كاسة الحليب شو زلتنا.